كابتن عادل، عايز النهارده اتكلم على التغييرات وتأثيرها على اداء النادي الاهلي وخاصه الشوط الثاني. التغييرات يعني قبل ما نخش في التغييرات، انا شايف ان احنا النهارده المباراه دي انا اعتبرها من المباراه الوديه الثالثه لتجهيز النادي الاهلي الافريقي. يعني الفتره كانت مضغوطه ولعبت فيها مباراتين مش 90 دقيقه، ولكن انت دلوقتي بدات تدخل وجهه نظري ان احنا هنستغل مباراه وديه تحضيريه للماتش الجاي، ان احنا برده لسه الاهلي ما راحش للنقطه اللي هو عايزها، وده وارد زي ما كنا قلنا محتاجين اربع او خمس ماتشات عشان نوصل للنقطه اللي احنا عايزينها، ان النادي الاهلي يبقى في التوب فورم بتاعته. التغييرات انا شايف ان في حاجات كل تغييرات لكل مدرب ممكن تاخدها في اتجاهين، ممكن تاخدها في اتجاه سلبي، ممكن تاخدها في اتجاه ايجابي. ولكن انا هاخد النهارده عايز الحاجات اللي في اتجاه ايجابي، زي ما اتفقنا ان دي مباراه تحضيريه للي جاي، اللي هو الهدف الاسمى شويه بطوله افريقيا. احنا دلوقتي عندنا مشكله، دخلنا في مشكله كبيره. ما بقاش في اجنحه، تتكلم في الشحات مصاب، كهربا موقوف، جيرالدو النهارده اعتقد مسك الخلفيه، الشيخ طلع بانكر رجله، ورمضان تتكلم في الخمس اجنحه الموجودين مش موجودين. المفروض ان هم اللي بيشيلوا، يعني مش موجودين خالص. اعتقد ممكن المباراه الجايه ممكن تلاقي الخمسه مش موجودين. ليها حاجات عملت النهارده ما اعرفش هي عشان ظروف المباراه، ولكن ولا عشان مستقبلا. هي انا شايف ان احنا في الجانب الايجابي انت بتستخدمها، انت استخدمت النهارده هاني قدام فتحي، وارد جدا في مباراه الوداد تحتاج ده، ان انت محتاج تدافع مثلا. ممكن تستخدم علي معلول قدام ايمن اشرف، ودي برضو نقطه ثانيه ممكن تستخدمها لو انت عايز تقفل مناطق الملعب كلها وانت بتدافع. انك تبقى تلعب 4-2 او 4-3-1. دي قصدك علي معلول ولا زي محمود وحيد مثلا؟ لا بتكلم على علي معلول اوقع في المباراه الاخيره، بتلعب ايمن اشرف باك شمال، وتلعب على قدام صدام، استخدمت اعتقد ايام كارتون استخدمك كذا مره، بيلعب ماتشات كتير وينج. كارتون الفتره اللي كان ايمن وهي برضه ايام كارتون كانت ظروف، وانا شايف ان هي دلوقتي ظروف، انا شايف ان في ظروف يعني بقت موجوده اتخلقت، انك في حاجات لازم تستخدمها ظروف بسبب الاصابات. وعندي حاجه تانية ممكن لازم استخدمها، ان انا لازم العب بثلاثه. انا شايف ان الفتره الجايه ممكن تلعب بثلاثه، ممكن يكون الماتشات ماتش مباراه الزمالك مباراه مش سهله. انا شايف برضو ان وجود الثلاثي ديانج والسولية وحمدي فتحي في ظل عدم وجود اجنحه، لازم تلعب بثلاثه في نص الملعب، وتلعب باثنين، ممكن تكون موجود عندك كذا اختيار، وجايه وفرود، ممكن عندك وليد سليمان وجايه، كذا حل. ولكن طالما الادوات الرئيسيه اللي مش موجوده، ممكن المباراه القادمه الاصابات دي تجبرك على تشكيل معين؟ ممكن. ما انا بتكلم كل ده عشان الاصابات، انت بتتكلم على الثلاثه عشان الاصابات. لا انا بتكلم على المرحله احنا فيها دلوقتي. ممكن جدا، وممكن تحضير لمباراه الوداد وارد جدا انك تلعبها بثلاثه، وفي ظل عدم وجود اجنحه هتبقى مجبر انك تلعب ثلاثه، ان الاجنحه الاساسيين اللي هم اللي موجودين عندك الخمسه مش موجودين. فبالتالي حساباتك تتغير، تبدا تبني على حاجات ثانيه. عشان كده التغييرات النهارده ممكن يكون في حاجات ايجابيه ما كانتش متحضره قوي لده، ولكن هي بعد المباراه ما خلصت والناس اتصابت والكلام ده، خلاص هتبدا تحتاج لها. وجود هاني قدام فتحي، تستخدم هاني قدام فتحي، وارد ليه لا، تستخدم علي معلول قدام ايمن اشرف، ليه لا. بس هي الحاجه بس اللي هي فيها مشكله شويه، ان وجود قفشه ووليد سليمان على الاطراف مش هيديك المردود الدفاعي اللي بشكل كبير اللي انت هتحتاجه في المباريات الكبيره. في المباريات الصغيره او المباريات العاديه، مش عايز اقول صغيره، مش عايز اقلل من الفرق، ولكن في المباريات العاديه ممكن يبقى مقبول ان وليد يبقى على طرف من الاطراف، ممكن يبقى موجود ان قفشه في كره اللي اتعور فيها الشناوي اللي خد كدمه في ضلعه. شوف الكره دي اللي اترفعت، لو في مباراه ثانيه لا هتعمل لك مشكله. قفشه ساب الراجل استلم، قفشه ساب الراجل، ده مش هيبقى ولكن هو في ناس ما بتعرفش بشكل كويس. فانا شايف ان في ايجابيات، كل تغييره ممكن اخدها باتجاه سلبي، لو النتيجه سلبيه هتاخدها باتجاه سلبي، لو النتيجه ايجابيه هتاخدها في اتجاه ايجابي، ممكن يفرق معاك الفتره الجايه. الثلاثي اللي موجود انا شايف ان الخواجه اطمن عليهم جدا، وحمدي فتحي شايف الثلاثه بيأدوا بشكل كويس، واي اثنين اعتقد هيأدوا بشكل كويس. لو حمدي سته او ديانج سته او السوليه سته او حد ثاني ثمانيه مش هتفرق خالص، الثلاثه بيأدوا كويس.
فانا شايف في ايجابيات وايجابيات تانية كمان ان بادجي بيسجل ودي حاجه برده كويسه حاجه كويسه هو محتاج ده الفرود اهم حاجه عنده انه يسجل كنت اتمنى ان هو يبدا من البدايه ان فرقه اطفال اصلا حاجه طالما كل حاجه لكن اصلا من الفرق دفاعيا مش حاجه من اكتر فرق اللي استقبلوا اهداف فكنت ممكن يبدا من البدايه وتريح شويه لكن في ايجابيات في التغييرات اتمنى ان الخواجه يبني عليها واتمنى ان الناس ترجع الناس المصابه ترجع بسرعه عشان الوداد عشان برضه هيدونا اضافه كبيره جدا.